Greek democracy and Roman state. نيجي لموضوع كتير مهم كcomparison بين الحضارتين. بنشوف انه في شيء كتير اساسي عند الاغريق كان هو الاجورا. كيف عززت الاجورا حرية التعبير والانتخاب الديمقراطي عند الاغريق. والرومان كمان كان عندهم حرية تعبير، مش انه ما عندهم حرية تعبير، ولكن هلا بنشوف كيف تنظيم المدينة والبابليك سبيسز كيف اثروا على نهج الثقافي ونهج الحكم بين الحضارتين. الجريك كان عندهم مفهوم الاجورا، هي ساحة اكيد بوسط المدن كانوا يجتمعوا فيها ويتناقشوا ويتحاوروا ويتشاوروا فيها حول كل المسائل اللي بتعنيهم. بفترة من الفترات الاغريق طوروا نظام التصويت الديمقراطي او نظام الديمقراطي بشكل عام، الديمقراطي سيستم، صار بحق لها المواطنين الاغريق اللي هن من اصول اغريقيه ومعهم الجنسيه الاغريقيه انه هن ينتخبوا ممثلين عنهم ويصوتوا على اهم المسائل اللي بتكون مطروحه. على هذا الشيء كنظام ديمقراطي عززوا وجود هالاجورا، هيدي هالساحه اللي كان يصير فيها مناقشات وجدال وطرح افكار، يعني ساحة مليئة بالمعرفة والنقاش والحوار والفلسفة وهالأمور هيدي. ونعرف نحن كمان بفترة الإغريق يعني كان في عظماء الفلاسفة، أرسطو، أفلاطون، سقراط، كل هالشخصيات المهمة هيدي عززت مفهوم حرية الرأي والمعرفة والثقافة، وكان شعب مثقف بحب المعرفة. فهل ساحة الأجورا هيدي اللي كانوا يجتمعوا فيها ويتناقشوا ويتحاوروا ويصوتوا على أهم الأشياء كان مفهوم كتير مهم بحياة الإغريق. وهلأ حنشوف كيف هالنهج بالأسلوب الحياة أثر كمان على نهج الهندسة الداخلية. نشوف بالبيوت هلأ بس نروح عليها كيف انتقل هالنهج الحرية والانفتاح أكتر باتجاه البيوت. فأذن هيدي شكل الأجورا. كان كمان في مقولة يقولوا إنه يعني الشخص اللي بده يجي يحكي يقولوا له تقدم وأسمعنا صوتك، يعني إنه احكي شو في عندك، خلينا نسمع شو في عندك. الرومان إمبراطورية، دولة قائمة على القوة والسيطرة والحكم، كان نظامهم الانتخابي فورمال أكتر، رسمي أكتر، يعني ما كان في هالحرية المطلقة للشعب. وكان طبعا كان في سنت اللي هن السناترز، يعني كانوا منتخبين احيانا من الشعب لانه هن بيمثلوا الكتل الشعبيه وبيمثلوا القبائل الموجوده، ولكن نظام الحكم، نظام التصويت عندهم نظامي اكثر، مقفل اكثر. فبنشوف انه هون طريقه النقاش والتصويت ضمن فضاءات داخليه، inner space، مخصصه لهالاشياء هذه. طبعا هلا الرومان عندهم كان شيء مثل الاجور هلا بنحكي عنه اللي هو الفورم، بس الفورم ما كان يعزز الحياه الديمقراطيه مثل الاغريق. فاذا ننتقل من الموضوع التصويت والانتخاب لمفهوم الساحات والبابليك سبيسز. طبعا موضوع البابليك سبيسز يعني عم نحكي فيه بدول الغرب، يعني عم نحكي من زمان، مش الغرب القاصدين فيه هلا اوروبا وامريكا الحاليه، لا دول الغرب كمان، رومان امباير والجريك امباير وكل الحضارات اللي مرقت، انه كان في هالمفهوم انفتاحي اكثر مع اعتبار مرق امبراطوريات ومرق دول ما كان عندها تسمح بهالطرف من الثقافه يعني. فإذا ما نعمل هون كومباريزن هلا بين تنظيم المدينه الاغريقي وتنظيم المدينه الروماني، عم نشوف انه تنظيم المدينه الاغريقي تحت على اليمين engaged with nature، الاعمار الاغريقيه على طول انه مدمجه مع الطبيعه، ما منفصله عن الطبيعه. ليش؟ لانه بنرجع لسبب انه الاغريق مدنهم كلها جبال واكروبول، الثياتر تاعيتهم كلها على جبال لانه لها رمزيه دينيه، ماشي؟ فاذا نتيجه هالتوزع المديني اللي هو اسمه لاندسكيب مورفولوجي، المورفولوجيا يعني تشكل المدينه كان مع هاللاندسكيب والمساحات الخضراء والطبيعه، نشات عندهم الاجورا منفتحه اكثر لكل الناس، انه ما كانت كتير فورمال.
فمنشوف انه الاجورا عند الاغريق مفتوحة على اكثر من مبنى، صح بحيطة مباني مثل الرومان، نفس الشيء بحيطة المباني الاساسية اللي هن المعابد والمباني الادارية، ولكنها كانت منفتحة لكل الناس. بينما الفورم الروماني اللي هو المفهوم الببليك سبيس عند الرومان هو كان الفورم يعني الملتقى. بس منشوفه أكثر مدينة، يعني لاحظوا كيف التكتل المديني بروما، كان الفورم بالنص، هو كان السيتي سنتر، يعني هو وسط المدينة، بس كان محاط بمباني أكثر، بيحاط بها العظمة هيدي اللي كلها معابد وأركيد وكولونيد، بحس حاله واحد بسكنة من المباني. فإذا نشوف الاختلاف بين المفهومين، كيف كان بداية من الصور اللي شفناها بالأجورا، كيف كان الناس مجتمعين هيك كلهم على بعضهم، الرومان سنت اللي هو محل السناترز الرومان، ومنشوف هلأ هون بالطبيعة كيف اختلفوا عن بعضهم. طيب هلأ حنشوف الاركيتكتشر بقلب المنطقتين كيف حيختلفوا كمان عن بعض. بنشوف الأجورا الإغريقية قديش منفتحة ومن مين مكان بدخل عليها، المباني متباعدة عن بعضها، منشوف الأكروبول فوق على العالي، منشوف السوق تحت، في سوق كمان، يعني كانت للشعب، لكل الشعب، مين مكان بيجي عليها، مين مكان بيجي بيحكي بيتناقش بيتحاور. شكلها كان أحيانا شبه دائري سيركولار، أو أحيانا كان ريكتانجولار، مش ضروري يكون على طول سيركولار الأجورا، بس مأخوذ عنا فكرة إنه هي راوند شيب. منروح على الفورم الروماني، تشوفوا قديش شو اربن، يعني شو اربن يعني مدينة، كله كتل مدينية، كله مباني ضخمة، معابد، فيها الامباكت هذا اللي بدهم يظهروه الرومان، السيطرة، القوة، الامبراطورية، على طول عمارة الرومان دائما عمارة امبراطورية، ما عندهم مزح، الجماعة كتير كانوا جديين بإظهار عظمتهم.